بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصبح بالإمكان سحب السلع مادة التربية البدنية والرياضية بالنسبة للأحرار وبالنسبة للمتعلمين عن بعد أو متعلمي الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد، حيث تم فتح الموقع أو الموقعين الخاص بشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، وبإمكانكم الولوج إلى هذه المواقع ومن ثم سحب هذا الاستدعاء وطباعته. وبداية سوف أقرأ على مسامعكم بعض المعلومات. بالنسبة إلى سحب السلعة مادة التربية البدنية والرياضية للأحرار ولمتعلمي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، تكون لشهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط سوف تكون ابتداء من اليوم 17 أبريل 2022 إلى غاية 7 ماي 2022، بمعنى أن سحب الاستدعاء هو متاح من اليوم إلى غاية 7 ماي 2022. بالنسبة إلى إجراء الامتحان أو الاختبار في مادة التربية البدنية والرياضية سوف يكون يوم 8 ماي 2022 إن شاء الله إلى غاية 19 ماي 2022. هناك تنبيه بالنسبة إلى في حالة غيابكم في اختبار مادة التربية البدنية والرياضية في اليوم المحدد في الاستدعاء، طبعا في الاستدعاء يحددون لك اليوم الذي سوف تقوم به تحديد اليوم، الغير ذلك سوف في حالة غيابكم فسوف تتحصلون على علامة صفر في هذه المادة. التعرف على المركز، عليك التوجه إلى مركز الامتحان المذكور في الاستدعاء الخاص بك قبل تاريخ الإجراء للتعرف على موقعه وتحديد المسافة والمدة الزمنية بين كل من إقامتك والمركز، بمعنى أنك سوف تتوجه إلى المركز قبل إجراء الامتحان للتعرف عليه وتتعرف على هل هو بعيد، هل يتاح فيه النقل مثلا إلى غير ذلك، هل الحافلات تمر من جانبه أو تقرر أنك تأخذ سيارتك مع والدك وغير ذلك. يجب التنقل إلى المركز وزيارته حتى تكون لديك حقيقة زمنية والمسافة الحقيقية بين مكان إقامتك والمركز، وذلك لتجنب أي تأخر من موعد الامتحان. هذه بعض المعلومات التي أشارككم إياها طبعا حتى يكون لكم دراية ولو بالقليل. طبعا هي على كل حال موجودة في الموقع الذي سوف أضع لكم رابطهما أسفل الفيديو، ولكن أردت لنوه إليها طبعا ليحتاط المتعلمين أو المتعلمين الأحرار. بالنسبة إلى استخراج الاستدعاء عند الدخول إلى الرابط أو رابط شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا، سوف تجدون على اسم المستخدم وكلمة السر، تكتبون اسم المستخدم الخاص بكم، كلمة السر وكتابة كلمة السر والإجابة على سؤال، ومن ثم استظهار الاستدعاء. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.